منقول الو لصديقه لنا من سوريا جاني مرادان. اهلا فيك. أهلا فيكم. نحن كثير اول شيء فرحانين انه عم نقدر نشوفك كمان معنا، بنعرف قديش يمكن الكونكشن صعبه بسوريا، فكتير حلو هيك انه عم نقدر نشوفك. طمنينا هيك شوي عنك هلا بعد الزلزال، وخبرينا شو صار معك بوقت الزلزال. هلا بوقت الزلزال كلياتنا كنا نايمين، فجأة صارت الزلزال. طبعا هي دامت 70 ثانية، تمام؟ 70 ثانية كانت شيء مرعب كتير كتير، يعني 7 سنين الحرب ما خفنا كل شيء قد ما خفنا بوقت الحرب. بعدين طبعا كلياتنا نزلنا مثل ما يعني كنا لابسين، نزلنا من البيت وما بنعرف ايش رح يصير لبعدين، يعني يمكن تصير شيء اخطر من هيك بكتير. طبعا في كتير بنايات نزلت بوقت اللي نحن نزلنا، وربنا كتير حمل كتير شغلات. حبيبتي، بعد كل اللي يمكن الصدمات اللي عشتوها بسوريا، يمكن انت حتى عشت الحرب بسوريا، قد ايه كان تأثير هالزلزال بعد قوي عليكم؟ كتير كتير قوي صدقيني، كل ما بتسألي حدا من حلب بيقول لك نحن ما خفنا كل هالشيء قد ما خفنا بوقت الزلزال. جاني، كنت عم بتقولي الرب حماكن، بتحسي صار في اختبار جديد بحياتك مع الرب؟ بتحسي انه كنا مرات بنعرفه، بس يصير هيك اختبار بتقولي يا رب انت موجود؟ صار شيء هيك خبرينا، او عائلتك حدا يمكن ما كان يؤمن صار يؤمن، خبرينا شيء اختبار معين حسيتيه. هلا ابسط شيء اللي صار في بنايه يعني قريب منا نزلت، وبصراحه يعني مثلا بنايتنا ما ليش، لانه اساسهم كان كتير ضعيف، بس نحن بنايتنا الحمد لله يعني الرب حماها، يعني ما في ولا خدش بالبنايه. حلو. جاني، هلا انت مثلا بشوفك قاعدين انتم مثلا بمحل خيام او ببنايه قاعدين متخبيين؟ هلا نحن بكنيسه اتحاد المسيح الانجيليه، طبعا هي صارت يعني من 6 بالشهر عم تستقبل الناس من كل الديانات طبعا، حلو. وعم تأمن المأوى والدفى. يعني عن جد نشكر ربنا لكل الأشخاص اللي عم بيساعدونا، عم بيوقفوا معنا فترة التسبيح والصلاة، عم نصلي كتير كتير بس كرمال إنه تتحسن الوضع، وإن شاء الله كل شيء ترجع لطبيعته. آمين. أنت كيف عم تتعاملي مع الخوف؟ هل عم كيف عم تتخطيه؟ كيف؟ عم بصلي طبعا دايما كتير 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 عم نصلي مشان هذا الموضوع، لحتى انه ربنا يتلطف فينا ويباركنا ويساعدنا لحتى ما يصير شيء لنا.